دائماً وأبداً، لأن المستبدين والمجرمين والمخاذلين مآلهم إلى الزوال ومآلهم إلى الدمار والخسران كباقي الأنظمة التي سقطت وكانت تستبد شعوبها. أيتها الجماهير الطلابية، أحييكم عالياً على هذا الشكل الراقي وهذا الشكل الذي يعبر عن وعيكم ويعبر عن أنكم رافدين للمستبدين وللذين يخربون هذا البلد الأمين وللذين يستعملون السلطة في غير ما شرعت لها. أيتها الجماهير الطلابية، أكيد وأكيد أن نعلن للرأي العام ولكل واحد معنا هنا أن هذا التعيين غير قانوني، على اعتبار أنه إذا لم يكن طلب لا يكون عميد، وبالتالي كطلبة كلية الشريعة وكنيابة عن باقي الطلاب. أيتها الجماهير الطلابية، هذه بعثة ديال طلاب كلية الشريعة تنوب عن باقي الطلاب ترفض هذا التعيين وتقول أنها سترفع إرحى في وجه هذا الرجل وفي وجه أي شخص أتى به هذا الرجل، باعتبار أن هذا الرجل غير قانوني وباعتبار أنه يستهدف الطلبة ويستهدف حرمة الطلبة ويستهدف بقراراته الظالمة والغاشمة طلبة كلية الشريعة بفاس وباقي الكليات الأخرى. تحية نضالية مجددا لكم أيتها الجماهير الطلابية، تحية إجلال وإقبال، تحية المجد والخلود لكم أيتها الجماهير الطلابية، تحية العار والخزي للمخاذلين وللذين يعبثون بمصالح الطلاب. أيتها الجماهير الطلابية، أؤكد لكم دائما وأبدا أننا سنواصل الكفاح وسنواصل النضال ولن ندخل إلى مقاعد الدراسة إلا برحيل هذا المستبد وإلا بتعيين رئيس جديد لكلية الشريعة. لا دراسة لا تدريس، لا دراسة لا تدريس، وحتى رحيل الرئيس، لا دراسة لا تدريس، وحتى رحيل الرئيس. ودائما وأبدا نقول للرأي العام وللذين يسمعون هنا وعلى الجهات المعنية أن تتدخل لتفك هذا العبث الذي يحصل في طلبة كلية الشريعة. لماذا الجهات المعنية لا تتدخل؟ نقول لهم ونحملهم كامل المسؤولية. لماذا الجهات المعنية لا تتدخل لتفك الحصار على طلبة كلية الشريعة الذين يبيتون في البث القارس في كلية الشريعة وفي الصباح الباكر يوقدون النار ليدفوا جوانبهم من البث؟ هذا عبث لا يتماشى مع أي قانون ولا مع أي دستور ولا مع أي ديانة سواء أرضية أو سماوية. أيها الجماهير الطلابية، دائما وأبدا نقول للرأي العام أن يتدخل ليرحل هذا المجرم. كفانا عبثا، كفانا من اللاعبين مكاسب الطلاب، كفانا من قرارات خاسمة، كفانا من قرارات ظالمة، كفانا من قرارات حادية. باعتبار أن الذي يدافع عن حقه ويقف في وجه الظالم شريف يستحق اسم الشريف، اسم المجاهد، اسم المناضل. أيتها الجماهير الطلابية، على أي حال تماشيا مع أرضية النقاش، تعلمون أن طلبة كلية اللغة العربية بمراكش لهم مقاطعة يقاطعون أكثر من 15 يوما، وهدفهم وهل إعلانات هنا معلقة، وهدفهم واحد يطالبون بإسقاط رئيس الجامعة ومحاسبته. أيتها الجماهير الطلابية والجماهير الشعبية، تحية وتشريف طلبات مراكش، تحية وتشريف طلبات مراكش، تحية وتشريف طلبات مراكش، تحية وتشريف طلبات مراكش، تحية وتشريف طلبات مراكش. وهي تحية نضالية مجددا، نقول لماذا هذا العبث؟ شخص واحد يعبث بمصير 10,000 أو أكثر من الطلاب، لماذا هذا العبث؟ ألا يوجد حقوق
ألا يوجد إصلاح؟ ألا يوجد دستور؟ هل حقوق الدستور خطاب جلالة الملك تنص على أن على كل مواطن ومواطنة أن يحارب المفسدين؟ ونحن نقف في هؤلاء في وجه هؤلاء المفسدين. وقفتنا ليست وقفة غير قانونية، على اعتبارنا أننا نقف في وجه المفسدين وفي وجه المستبدين وفي وجه الذين يعبثون بمصالح الشعب وبمصالح الطلاب. تحية إسلام وإكبار لكم، لازلنا هنا صامدون ومرابطون هنا إلى أن نرفع الشكل نذهب إلى وزارة التربية الوطنية ونحمل وزارة التربية الوطنية كافة المسؤولية لأنها تواطأت مع هذا الرجل ووفرت له كل الحمايات وكل وأي شيء ما يريد ليفعل ما يريد ما يريد. أيتها الجماهير الطلابية، نندي ونستنكر هذا التواطؤ للوزارة المعنية مع هذا الشخص الذي يعبث بمصالح الطلاب. تحية نضالية لكم، تحية إجلال وإكبار لكم أيها الشرفاء. ويا طالب ارتاح انت، ويا طالب ارتاح انت، صلوا واصل الكفاح، صلوا واصل الكفاح. داخل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، تحية وتقدير لكافة الطلبة الحاضرة والتي